تستمر المناشدات من أهالي قضاء أبو الخصيب في البصرة بعد أن دخلت المياه إلى بيوتهم بسبب السيول وارتفاع مناسيب الأنهر، فنشاهد. السلام عليكم عمي الناشد، الحكومة لحقونا والله العظيم، فضنا بالقرآن. هاي باع بيوتنا فاضت، تذينا والله العظيم. هاي احنا قرب صناعية حمدان، مجاورين شركة فالفو، فاضت بيوتنا. هاي سياراتنا غرقت، رحمة لوالديكم، لحقونا الحكومة والله العظيم، تذينا بالقرآن. هاي بيوتنا فاضت، ترى ما ضل شي بعد والله العظيم، الشارع كله فاض يا معودين، لحقونا. المدارس شلون يروحون اطفالنا؟ والله تذينا بالقرآن. عم من داعي الحكومة بس بيسوونا شارع، هسه ما اريد شي، بس اريد الشارع. رحمة لوالديكم، خلصونا من هالطرقاع السوداء.